واش واش لا فافا، جيسبر تكونوا كاملين صبحتوا مزيان. معكم اسماعيل، اليوم فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. عارف راسي كنغبر عليكم بزاف، غير سمحوا لي، ولكن راه كاينه ظروف. الحمد لله انا من جهتي كلشي بخير وعلى خير، وانا رجعت لكم ان شاء الله بفيديوهات جداد وبدي زيدي جداد وبدي كونسيبت جداد. سورتو مهم الناس اللي باقين مشوكين كيقولوا شكون هاد خونا، راه غير حيد الشعر. الناس اللي كانوا كيعرفوني من شحال هادي راه يكونوا عارفيني كيفاش كنت بلا شعر. دابا حيد الشعر من بعد عامين ونص تقريبا، اخر فيديو كان عندي بالشعر، دونك هذا اول فيديو ديالي بلا شعر. يلا كنت ادابت شويه مع لي فيديو ولي فلوغ. هذا ما كان، هبطوا لي كومونتير وقولوا لي كي جاتكم التحسينه الجديده وكي جاتكم بلا شعر. ما علينا، ندخلوا في صلب الموضوع ولا في السوجي اللي على ودو جيت ندير لكم هاد لا فيديو، اللي كيوصلوني بزاف ديال لي كومونتير وبزاف ديال الاسئله، اللي هي الخدمه هنا في البرتغال. كيفاش تقدروا تخدموا وفين تقدروا تلقاو الخدامي وشنو هما الخدامي اللي مطلوبين هنايا بزاف في البرتغال. دونك ما تزابيوش، خليكم معايا في هاد الفيديو حتى الاخر، غادي نفيدكم ان شاء الله وغادي نعطيكم دي زانفورماسيون كي سون امبورطونت بزاف. الناس اللي جايين للبرتغال ولا الناس اللي هما هنايا ديجا في البرتغال، كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ويفيدكم سورتو. دونك على بركه الله، خويا ولا اختي فاش كتجي هنايا للبرتغال نورمالمون كتجيب فيزا. وسمحوا لي غادي نهضر هنايا على الناس اللي عندهم الوراق، ما نقدرش نعطي بزاف ديال لي زيدي ولا بزاف ديال لي زانفورماسيون بالنسبه للناس الحراقه، حيتاش ما عنديش اكسبيريونس، ما كنعرفش بزاف ديال الحراقه هنايا. ولكن كما كنقولوا تحرك وترزاقوا، الا تحركتي راه غادي تلقى. وانا جايكم دابا في لا سويت ديال لا فيديو شنو هما الخدامين اللي مطلوبين هنايا في البرتغال، وسيرمو تقدروا تلقاو شي خدمه من هاد الخدامي هادي ولا كنتو حراقه ما تقدروش تعرفوا. دونك الواحد يتحرك والكمال على الله. دونك غادي نبداو فاش كتجيو اخويا لهنايا ولا اختي فاش كتجي لهنايا. بيان سور لا بلوبار كيجيب فيزا، سوا فيزا ايتوديون سوا فيزا توريست. دونك الا جيتي بفيزا ايتوديون راه كاع ما تقدر تلقى خدمه اوفيسيال بكونطرا الا كانت باقا عندك الفيزا. داكشي علاش خصك تسنى حتى تاخذ لا كارت سيجور، عاد ديك الساعه تبقى تقلب على الخدامي. ثاني حاجه اللي مهمه واللي هو النيف، النيف تقدر تصاوبو واخا عندك فيزا واخا عندك لاكارت سيجور، هذاك هو اهم دوكيومون. اون فوا كتوصل هنايا للبرتغال خصك تقادو، حيتاش بلا به راه ما غاديش تقدر دير والو، حتى الكرا راه يقدروا كاع ما يكريولك الا ما كانش عندك النيف. داكور، دونك هاد الدوكيومون حتى الناس الحراقه راه يقدروا يقادوه، ما كاين حتى شي مشكل. اجيو دابا نشوفو شنو هما الخدامي ولا لي دومين اللي مطلوبين هنايا في البرتغال. اول حاجه اللي غادي نبغي ننصحكم قبل ما نهضروا على الخدامي ولا اي حاجه، اللي هي اللغه. حاولوا ما امكن اخوتي تعلموا اللغات، سواء البرتغاليه اللي كنتو عارفين راسكم غادي تجيو البرتغال ولا باغي نجيو البرتغال، سواء لونجلي. وانا كنزيد ناكد على لونجلي حيتاش لونجلي غادي تحتاجوها في اي دوله مشيتو، وغادي تحل لكم الابواب بزاف ديال الخدامي الا كنتو كتهضروا باللونجلي. دونك اللغه شي حاجه اللي مهمه وغادي تسهل عليكم الطريق في بزاف ديال الحوايج، وغادي تقدروا تلقاو بزاف ديال لي زوبورتونيتي الا كنتو كتهضروا باللونجلي والبرتغاليه. ابار لغات واحدة اخرين الا كنتي كتهضر السبليونيه ولا اي لغه واحده اخرى الفرنسي، حتى هي راه غادي تفيدك وغادي تقدر تعاونك باش انك تلقى خدمه هنايا في البرتغال. ثاني نصيحه اللي نقدر ننصح بها الناس اللي هنايا في البرتغال ولا الناس اللي عاد عوالين يجيو، حاولوا ما امكن تمشيو للمدن الكبار ولا المدن السياحيه. داكور، حيت فاش كنقولوا مدن كبار كاينين بزاف ديال الشركات، عندكم فرص انكم تلقاو خدامي اكثر الا مشيتو لمدينه كبيره، على عكس الا كنتو في شي مدينه صغيره. دونك حاولوا ما امكن تسيبلي ولا تفيزيو مدن كبار بحال مثلا بورتو ولا ليزبون الا ما كانش عندكم لا بوسيبيليتي، حيت نورمالمون كتكون المعيشه غاليه في بحال هاد المدن. حاولوا انكم تمشيو المدن اللي هي سياحيه، غادي تكون غاليه ولكن ماشي بحال المدن الكبار كما بورتو وليزبون، حيت هما اكبر جوج مدن هنايا في البرتغال. وعلى ذكر المدن السياحيه، الدومين اللي مطلوب بزاف هنايا في البرتغال بحكم انها دوله سياحيه صغيره، الناس الاغلبيه اللي كيجيو لهنايا كيجيو على ود التوريزم. دونك حاولوا ما امكن
تفيزيو على المدن السياحيه حيتاش غادي تلقاو فرص ديال العمل في لي ريستو في القهاوي في لي زوتيل غي توريستيك حتى هي تقدروا تلقاو انا لقيت بزاف ديال لي زوفر دونبلوا في بورتو على ود لي توريستيك هنايا داكشي علاش كنت كنأكد في الاول على اللغات الا كنتو كتهضروا باللغات بزاف راه غادي تقدروا انكم تلقاو بزاف ديال الخدمات في هاد الدومين توريستيك دونك الناس اللي عندهم دي زيكسبيريونس مثلا بارمان سيرفور اي حاجه عندها علاقه بالتوريزم ما عنديش بزاف ديال السميات ديال الخدامي ولكن اي حاجه عندها علاقه بالتوريزم غادي تقدروا تلقاو فيها الخدامي فيزيو غير المدن الكبار والمدن السياحيه راه ان شاء الله ربي غادي يسهل وغادي تلقاو شي خدمه ثاني خدمه ولا ثاني دومين اللي تقدروا تلقاو فيه هنايا الخدمه في البرتغال وهو لي سونتر دابيل السنتر دابيل كاينين على الجهد هنايا وكيطلبوا بزاف وكيخدموا الناس بزاف خصك غير تكون عندك شي لغه اللي مختلفه تكون كتهضر بالفرنسي ولا بالانجلي ولا بالسبليونيه ولا بالالمانيه كاينين بزاف ديال لي زوبورتونيتي باش انكم تخدموا في سنتر دابيل هنايا في البرتغال الا كنتو كتهضروا بشي لغه وحده اخرى ابار البرتغاليه بيان سور الانجلي حاجه اللي ضروريه ما نقدروش زعما نحيدوها خصكم ضروري تكونوا كتهضروا بالانجلي ماشي لونجلي واعره ولكن او موان داكشي البازيك اللي غادي تحتاجوا في الكوتيديان ديالكم باش تهضروا باش تخيو ان كونفرساسيون مع الناس ثالث حاجه ولا ثالث دومين انا حط الورقه والسيلو كاتبهم هنا باش ما ننساهمش دونك عندنا ثالث دومين اللي تقدروا تلقاو هنايا في البرتغال اللي هو لاكوافير الحلاقه هنايا الا كنت عندكم في يدكم هذه الحرفه ديال الحلاقه كاينين هنايا دي زوبورتونيتي تقدروا تلقاو بزاف ديال لي صالون كيقلبوا على الخدامه وحتى السالير ديالو كيكون زوين هنايا بالنسبه للي كوافر على حساب نتايا والباترون ولا نتايا وداك الشخص اللي غادي يخدمك وحتى الا جيتي وبغيتي تحل الصالون ديالك هنايا راه باقا كاينه الهوته كما كنقولوا باقي تقدر دير كليان باقي تقدر تشد مارشي سواء في مدن كبار ولا في مدن صغار دونك بالنسبه للكوافير الناس اللي عندهم هذه الحرفه يقدروا يجيو للبرتغال ويقدروا يدبروا على راسهم بلا كوافير دونك رابع حاجه ميكانيك الناس اللي ميكانيسيان اللي عندهم عاوتاني هذه الحرفه ديال الميكانيك تقدروا تجيو لهنايا للبرتغال عندهم هنايا واحد لو مونك في هذا الدومين هذا كتلقى لي كراج خدام فيهم واحد جوج وكتلقى عندهم الصف ديال الطوموبيلات وكيتعطلوا على الناس دونك الا كانت عندك هذه الحرفه هذه في يديك اجي للبرتغال اخويا قلب على راسك وان شاء الله تقدر تلقى شي اوبورتونيتي وتقدر تلقى الناس اللي غيخدموك في هذا الدومين هذا ديال الميكانيك غير الواحد خصو يتحرك وياخذ الشجاعه انه يجي للبرتغال عارف انها دوله صغيره السالير ديالهم مقارنه مع الدول الاخرين طايح شويه ولكن لو مود دو في ولا المعيشه ديالهم زوينه وتقدر تعيش بيس ما كاينش المشكل خامس دومين اللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو وهو الباتيمو فاش كنهضروا على الباتيمو راه ما كاينش غير البني كاين حتى الحداده لي صدور اللي كيخدموا داكشي ديال الحديد القباصه الناس اللي عندهم بحال هاد الحرافي هادو اجيو للبرتغال تقدروا تلقاو خدامي هنايا المارشي دو ترافاي في هذا الدومين هذا كاين بزاف سورتو ان هنايا البرتغال معروفين عليهم بالباتيمو ولكن الناس كيهاجروا من البرتغال البرتغاليين ديما غتلقاهم كيمشيو لفرنسا لسويسرا لوكسمبورغ باش يخدموا في هاد لي دومين حيت تما كيخلصوا اكثر من هنا في البرتغال ولكن نتايا الا كنتي جاي من المغرب اخويا راه بيان سور الا جيتي غادي تخلص هنايا راه غادي تخلص مقارنه مع المغرب زايد وغادي تقدر تلقى خدامي ومع الوقت الواحد راه كيتطور وكيخدم على راسو ويقدر يطلع السالير ديالو ويقدر يحل الشركه ديالو كاينين بزاف ديال لي زوبورتونيتي في الدومين ديال الباتيمو هنايا في البرتغال وسيرتو الحريفيه كنأكد على الحريفيه الناس اللي عندهم الزليج الناس اللي عندهم القابس التحدادي هادشي كامل يقدر يوكلك طرف ديال الخبز هنايا في البرتغال غير ما تعكزوش وتوكلوا على الله خامس حاجه وهما لي شوفور ولا الشوافريه كاين هنايا الناس كيخدموا شوافريه سورتو الا كان عندك البيرمي برتغالي ومن بعد ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تبدلوا بيرمي مغربي لبيرمي برتغالي وكنصح الناس اللي
باقين في المغرب وباغين يجيو للبرتغال، الا كان عندك بيرمي مغربي ولا حاول انك تدوز البيرمي تما في المغرب، الماكسيموم ديال لي بيرمي ديال الكاميون ديال الرموك، اي حاجه قدرتي تدوزها سواء هنا في البرتغال ولا في اوروبا، كاينين بزاف ديال لي دوموند على ود هاد الخدامه هادو، الشيافر ديال الكاميوات كاين بزاف، بلا ما نهضروا على اوبر ولا داك لي زابليكاسيون ديال التوصال، حتى هما تقدر تلقى فيهم اوبورتونيتي. كاينين شركات اللي كتكون عندهم هي الطوموبيل، هما كيكون عندهم الطوموبيل، انت كتجي غير بالبيرمي ديالك وديك الساعه كتفاهم مع الشركه نسبه الارباح ديالك، واش 50% 50% على حساب كل واحد ولا كل شركه كيفاش كتخدم بالنسبه لهذا الدومين هذا ديال لي شوفور هادو. دونك حاولوا ان ما امكن انكم تدوزوا لي بيرمي في المغرب، تعمروا البيرميات، راه باش تبدلوهم البيرمي البرتغالي راها سهله. من بعد ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو على كيفاش تقدروا تبدلوا من البيرمي المغربي للبيرمي البرتغالي. اخر دومين اللي غادي نهضروا عليه ان شاء الله في هذا الفيديو لاغريكولتور ولا الفلاحه. الفلاحه موجوده هنايا في البرتغال، خصكم غير تعرفوا البلايص اللي تمشيو فين تلقاو الخدمه وغادي تلقاو الخدمه تما. بالنسبه لهنايا في البرتغال النصيحه اللي نقدر نعطي للناس، حاولوا ما امكن تمشيو لو سود الجنوب ديال البرتغال، تما فين كاينين لي شون، تما فين كاينين الفلاحه بزاف، تما فين تقدروا تلقاو فرص عمل في الفلاحه هنايا في البرتغال. بالنسبه للناس الحراقه، دونك لي دومين اللي تقدروا تلقاو فيهم الخدمه هنايا ما بين هاد لي دومين هادو اللي قلت لكم، تقدروا تلقاو في التوريزم، كاينين الناس اللي يقدروا يخدموكم هنايا بلا اوراق، خصكم غير تقلبوا على راسكم، سورتو انه بداو هنايا بزاف ديال لي ريستو والقهاوي مغاربه كيحلوا هنايا في البرتغال. لا كوميونيتي ماروكان بدات كتكبر هنايا في البرتغال. بوان بوزيتيف، كنتمنى غير الناس اللي كيجيو لهنايا يخليو بلاصتهم نقيه، حيت اش راه كيمثلوا الدوله على قدها. لاكوافير حتى هي تقدروا انكم تلقاو شي صالون اللي يخدمكم، ولكن الحاجه اللي غادي تحتاجوها بزاف هنايا في لاكوافير سورتو الا كنتو حراقه، خصكم تعلموا البرتغاليه. داكور، خصكم تعلموا البرتغاليه حيت غادي تحسنوا البرتغاليين، ما غاديش تهضر معاه مثلا بالانكلي ولا بشي لغه واحده اخرى، ولا هو غايشرح لك شنو التحسينه اللي بغاو نتايا ما غاديش تفهمو. الحاجه الاخرى الميكانيك حتى هو تقدروا تلقاو كراجات اللي يخدموكم. الباتيمون حتى هو لاغريكولتور ولا الفلاحه حتى هي تقدروا تلقاو فيها الخدامه هنايا في البرتغال ايزي، ما كاينش مشكل، خص غير الواحد يتحرك كما كنقولوا، وان شاء الله ما غيكون غير الخير. دونك باش بلا ما نطول عليكم بزاف هاد لا فيديو، غادي نخلي لكم حتى لي ليان ديال لي سيت ولا لي بلاتفورم اللي تقدروا تلقاو فيهم الخدامه هنايا في البرتغال، غير دخلوا قلبوا كتبوا الدومين ديال الخدمه ولا الحرفه اللي عندكم، وغادي يخرجوا لكم بزاف ديال لي زوفر. غادي نخلي لكم ليان في لا ديسكريبسيون لتحت، دخلوا تشيكيوه، وما تنساوش الا وصلتوا حتى لهنايا في لا فيديو خليو شي جيم وشي كومونتير، وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، تقدر تفيد بزاف ديال الناس ميم سي نتوما ماشي في البرتغال ولا ما باغيش تجيو للبرتغال، تقدروا تبارطاجيو الفيديو يطيح في شي واحد اللي باغي يجي للبرتغال ويفيدو، وهكا نديو الاجر كاملين. دونك كنتمنى ان هذا الفيديو يكون فاتكم ونفعاتكم واستفدتوا فيها. هذا ما كان، تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.